الكاتب يسري الجندي سطر اسمه بحروف من ذهب، أبدع في تحويل التراث الشعبي إلى مسلسلات درامية ببصمات معاصرة، شكلت أعماله علامات فارقة في تاريخ الشاشات الفضية، أشهرها السيرة الهلالية، علي الزيبق، جحا المصري. اشتهر برسم الشخصيات التاريخية بإتقان شديد، وعندما قدم شخصية علي الزيبق عام 1985 كانت بمثابة نقلة نوعية في الدراما العربية. ولد يسري الجندي عام 1942 وتوفي عام 2022 تاركاً مجموعة أعمال متنوعة بينها التوأم، سامحوني ما كانش قصدي،